السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج اي اف سي بيلدر. اول ما نبدأ ممكن تبدأ باكزامبل حاجات جاهزة موجودة، او فايل مانجر تفتح حاجة مع الجهاز عندك، او ممكن نقول له نيو وندي له اي اسم احنا عايزينه، وليكن مثلا 1 3، وبعد كده تكتب ديسكريبشن، وبعد كده تقول له اكسبت. امتي جوب يبقى يفتح لك واحد فاضي خالص اوتوماتيك، يبقى هتدي له ملف وهو يبدأ يفتح. خلينا المرة دي نقول له امتي، فبيقول لي ايه الملفات او ايه الفلورز اللي عندك او الطوابق اللي عندك. تمام، عندك هنا روف وجراوند. طيب نيو فلور، هنسميه فلور 1 مثلا على سبيل المثال، نقدر نغير اسم زي ما احنا عايزينه. النمبر بتاعه والارتفاع بتاعه هيبقى 3 متر بالشكل دوت. بنلاقي عندنا هنا علامة بلس، تقدر تزود فلور تاني بين ده ودوت، ممكن نسميه مثلا فلور 2، والهاي بتاعه 3 متر، يبقى بالشكل دوت. تقدر تزود مثلا بين الجراوند والفلور 1، تزود مثلا الميزانية. طيب هقول اكسبت، وبيقول لك هيبدأ يعمل لكل ليفل فيو بتاعتها اد. لو انت عايز تزود ملف دي دبليو جي هتشتغل عليه مثلا، فتقدر تضيف ملف ملف دي دبليو جي او دي اكس اف. طيب دي الليارات الموجودة، نقدر نخفي ونظهر منها زي ما احنا عايزين. دي الفلورز اللي موجودة لو انت عايز تعدل بعد كده. هنا اركتكتشر، هنا هتلاقي الحاجات اللي انت ممكن ترسم منها. ممكن تقول له مثلا انا عايز ارسم اكسترنال وول اهوت ريفرنس، تقدر تيجي هنا وتقول له امبورت لملفات موجودة جاهزة، وده الورك دايركتوري تقدر تعدل منه. اكسبت، تبدأ ترسم الوول بالشكل دوت. وفي اي وقت بقى ممكن تقول له انا عايز اعمل اوبننج مثلا، في انواع اكتر من الاوبننج، منها نوع الدور. ده الويتس وده الهاي اهوت. تقدر تضيف كولوم، ممكن تشوف بعد كده الحاجات دي في ال 3 دي فيو. ممكن تقول انا عايز اشوف كل الفلور، او ال view selected floor only، يظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تلف الشغل زي ما انت عايز. ده هنا الجراوند الماتيريال، تقدر تتحكم في الليزر اللي يختفي. طبعا دي ليارات، تقدر تخفي الدور لو عملت زوم هتلاقي الدور اهوت. الفساد اللي موجود اللي هو الاكسترنال وول، تقدر تخليه خفيف شوية او تخفيه تماما زي ما انت عايز. ممكن نقول له احنا عايزين سبيس،